إحدى أقدم المهن التي عرفتها البشرية، تعال نتعرف عليها معا. إنها مهنة الفرة كما يسميها أهل المنطقة هنا، وهي تحويل الجلد الطبيعي للحيوانات إلى معاطف صوفية وقبعات ومنتوجات أخرى مخصصة لمد الأرضيات أو تعليقها لغرض الزينة وغيرها من الاستعمالات المتعددة لهذا المنتج التراثي الجميل. هاي المهنة يعني تلتين أهل المعرة بيشتغلوا فيها، وأنا بالنسبة لي أنا أخوالي وعمامي بيشتغلوا في هاي الصنعة، يعني وهاي الصنعة صنعة الجلد الطبيعي، يعني هاي حصريا طبيعي، ما بنشتغل لا فيها بالصناعي ولا شيء، كل شيء لها يدوي وآلي، وهاي الصنعة يعني على مستوى بلادنا كل يعني اللي أقل شيء بالعيلة بيلتقى واحد أو تنين بيشتغلوا فيها بهالعيلة هاي. تشتهر معرة النعمان على وجه الخصوص بهذه الصناعة، وبحسب الحاج عبد القادر فإن أكثر من 80% من أهالي هذه المدينة يعملون فيها، فهو وإخوته وأخواله وأعمامه يتوارثونها كابرا عن كابر، ويعلمونها لأبنائهم ليس لغرض الكسب المادي فقط، بل للحفاظ عليها من الضياع والاندثار. هاي المهنة يعني صاروا قليلين فيها اللي بيشتغلوا، السبب يعني التصريف أول شيء، وبدأ يعني هاي أيدي عاملة، لأني العالم ما بقى توفي مع المنا الشغل فيها، العالم زهدة من رأس مالة، يعني بدأ رأس مال بناخد هلأ على كفر حوم نشتري الجلود، ومنروح على عزمارين في دباغة هنيك منتباغ، ومنرجع بناخد على مشهد روحين في يد عاملة لتشتغل. صارت الشغلة مكلفة، ولذلك صف بيعها صعب شوي لأنيته الكلفة تبعيتها غليت علينا. عقد التهجير بالطبع من الصعوبات التي تواجه هذه المهنة، فتشتتت مصادر الحصول على الجلد وتغيرت مواقع الدبغ، وأصبحت الحاجة أكبر للعثور على ورشات خاصة وأياد عاملة تستطيع التعامل مع هذا النوع من الصناعات، الأمر الذي أصابها بشيء من الكساد، يأمل أصحابها أن لا يطول كثيرا، فهي مصدر رزق للكثير من الأسر هنا في الشمال السوري.